أكمل ما جاءت به الرسل من التعريف بالله والدلالة عليه ما جاء به خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بأبي هو وأمي جاء بالبيان الوافي الكامل الذي لا أكمل منه في التعريف بالله. فكل من رغب في معرفة الله عز وجل على وجه الكمال فليقبل على ما جاء به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وليدع كل شيء خلاف ذلك، فإن الخبر عن الله لا يكون إلا بوحي، لأن الله غيب والغيب لا يمكن إدراك تفاصيل كمالاته من خلال العقل.